أنت قلت أن تيار الحكمة يقف بالحياد، الموضوع ما يتحمل حياد حقيقة، إما تصوتون لهذا المرشح أو لذاك المرشح. هناك ملاحظة أيضا، دائما بدأ الحزب الديمقراطي الكردستاني بدأ يسويقها بالآونة الأخيرة، وهي أن العراق بحاجة إلى رئيس جمهورية قوي، وكأن الرئيس السيد برهم صالح هو ليس بشخصية قوية. هنا يكمن أيضا دوركم أنتم كتيار حكمة، أنتم موقفكم مع من؟ نعم عزيزي، خلي أكون واضح مع جنابك الكريم أستاذ أحمد. اليوم السيد برهم صالح، يعني مو دفاعا عن السيد برهم صالح، لكن اليوم السيد برهم صالح لديه علاقات دولية، ويعني كانت المرحلة السابقة لانتقال حكومة السيد عادل عبد المهدي للسيد الكاظمي لعب دورا كبيرا بمسألة يعني هذه المرحلة، وكانت مرحلة حرجة، وهذه المسألة تحسب له. لكن نحن الآن نقف مع لا نقف مع طرف دون الآخر، نقف بالحياد، وهذا يعطينا دور بتقريب وجهات النظر. إذا وقفنا مع أحد الأطراف سوف نتهم بأن نحن واقفين مع طرف دون الآخر. لكن نحن اليوم سماحة السيد الحكيم يلعب دورا بمسألة تقريب وجهات النظر، يجب أن يتفقوا فيما بينهم الأخوة داخل البيت الشيعي للمضي بتشكيل الحكومة وتشكيل الكتلة الأكبر. بالتالي اليوم رئيس الجمهورية عزيزي، خلينا نكون واضحين، السيد هوشيار زيباري أبعد بقرار المحكمة الاتحادية، والمحكمة الاتحادية أصدرت قرار بمسألة يجب أن يكون انعقاد الجلسة والنصاب كامل بثلثي المجلس. بالتالي هنا المشكلة، بالتالي يجب أن يتصافوا فيما بينهم، نعم، ويجلسوا على طاولة واحدة وتكون تنازلات فيما بينهم. اليوم يعني إذا لم تكن هناك تنازلات ومرونة في التعامل سوف يبقى أي تنازلات نتحدث اليوم سيد عمر؟ يعني أنت تعلم بأن هناك بيانات كثيرة خرجت من الإطار، يتحدث فيها الإطار عن رغبته في الجلوس على طاولة الحوار وبالتوجه كتحالف موحد واحد للسيد الصدر لإجراء الحوارات معه، ولكن السيد الصدر لا يريد السيد المالكي. الإطار يرفض محاولات تفكيكه كما يسميها، ويرغب بانضمام أيضا السيد المالكي، فمن الذي سيقدم التنازلات إذن بهذا الصدد؟ عزيزي خلينا نكون واقعين، اليوم السيد يعني الإطار التنسيقي وخاصة المالكي، اليوم المالكي يمتلك ما يقارب نصف أو أكثر من مقاعد يعني الإطار التنسيقي، لديه 34 مقعد، إضافة لديه ما يقارب من 10 إلى 12 مستقلين هم تابعين للمالكي، بالتالي لديه ما يقارب من 45 إلى 46 مقعد. هذه يعني والإطار التنسيقي لا يريدون أن يخسرون هذه المقاعد. إذا خرج المالكي من الإطار التنسيقي بالتالي سوف يتفتت الإطار التنسيقي، وما يجعل الإطار التنسيقي ضعيف. إذن السيد المالكي لديه قوة داخل الإطار التنسيقي ولا يتنازلون عنه أبدا، مستحيل، وهذا يعني رأيي الشخصي. هذا جانب. الجانب الآخر، اليوم سماحة السيد مقتدى الصدر يريد أن تكون حكومة أغلبية، ونحن سماحة السيد الحكيم طرح أن تكون حكومة أغلبية موسعة على يعني تحتوي كل الأطراف السياسية التي حصلت على أصوات وحسب الاستحقاق الانتخابي. سابقا كانت توافقية، وكل حتى الكتل التي لم تحصل على يعني أصوات تأخذ حصتها من الوزارات والمناصب، لكن الآن نحن نتكلم عن الاستحقاق الانتخابي، بالتالي يجب أن يشترك الجميع بهذه الحكومة وحسب الاستحقاق الانتخابي ونمضي بهذه المسألة.